كما ترون هذه الآلة بعد أن دخل فيها هذا العمود الحديدي. تتم خراطتها جيدا بواسطة هذه الآلات وإزالة جميع الزوائد عنها بهذه الطريقة لينتج لنا هذا الشكل الرائع. يتم إنزال هذه القطعة المعدنية حتى تعطيها الشكل المطلوب. فانظروا جيدا، بعد أن تتم الخراطة جيدا بواسطة هذه القطعة تنزل هذه الآلة حتى تعطي الشكل النهائي. نعم، إنه العمود الذي يكون دائما على سور الدرج، هكذا يصنع. انظروا وركزوا جيدا. بصراحة إنها آلات قوية للغاية. انظروا كيف تقوم بتقشير الأخشاب بهذه السرعة وهذه المتانة وهذه الدقة المثالية أيضا. هنا تمت صناعة العمود كما ترون. انظروا إلى هذا المقص الكبير والذي هو عبارة عن مقص منحنى. هذا المنشار يقوم بقص أشكال كالمثلث كما تشاهدون. بعد ذلك تظهر هذه القطعة والتي تقوم بالحفر على الخشب وقصه كما ترون. هذه القطعة الحديدية الدوارة تدخل في الخشب وتقوم بعمل هذه الحفرات فيه كما ترون. انظروا هنا أيضا إلى آلة البرد هذه والتي ترسم على الخشب بهذه الطريقة. انظروا إلى القطعة التي قامت بعملها. يبدو الأمر معقدا قليلا، لكن مع هذه الآلة الجبارة والقوية وهذه الحرفية العالية، انظروا ماذا يرسمون داخل الخشب. هذه الأعمال الخشبية والفنية لها استخدامات عديدة كما تعلمون، لكن انظروا إلى هذه الآلات القوية التي تقوم بهذه الصناعات. انظروا إلى هذه الآلة التي تمرر هذه القطعة من الخشب داخل هذه الدائرة، وانظروا كيف تقوم ببشرها وإزالة الزوائد عنها لتصبح بشكل اسطواني وتدخل من خلال الدائرة، والتي تقوم هنا بقصها إلى قطع وإنزالها أرضا. بعد ذلك تقوم بعمل هذه التجاويف المثالية والتي تستخدم لهذه القطع. فانظروا جيدا إلى هذه القطع التي تقوم بعملها هذه الآلة. تبدو كقطع مدورة وصغيرة. يتم قصها بهذه الطريقة حتى تخرج لنا القطع المثالية التي سنستخدمها فيما بعد. انظروا جيدا إلى طريقة عمل هذه الآلة. وانظروا أيضا إلى هذه الآلة والتي تقوم بعمل شكل اللولب والذي هو عبارة عن قطع صغيرة تقص. بعد ذلك تدخل مرة أخرى هذه القطع ويتم بشرها وإزالة الزوائد عنها، وأيضا نفس الشكل ويتم قصه أيضا. كما ترون أمامكم هذه الآلة الدوارة والتي بها هذه القطعة المدورة، وهي عبارة عن آلة للقشط أو آلة للبرد كما ترون. انظروا إلى هذه القطعة وكيفية الرسم على هذه القطعة الخشبية. إنها تقوم بعمل حفرات أيضا. انظروا إلى هذه الطريقة الرائعة في عملية البرد. الآن سيقوم بتجويف كامل هذه المنطقة حتى يحصل على الشكل الذي يريده. انظروا إلى آلة الحفر هذه والتي تبدو كآلة حفر 3D.
إنها تقوم بتجويف هذه الأحرف الإنجليزية حتى تظهر بهذا الشكل الرائع. انظروا كيف أصبح وكيف أصبح شكلها الآن. الآن يرسمون على هذه القطعة من الخشب بهذه الطريقة، والتي تقوم بإزالة الدهام أيضا عنها. انظروا إلى هذه الرسومات، كما يبدو كأنه رسم مصباح إنارة. يبدو رائعا وذا شكل جميل للغاية. إلى هذه المقصلة الصغيرة، كيف تقوم بتبشير الخشب وقشره بهذه الطريقة؟ لقد قامت بإزالة هذه الطبقات الرقيقة من على هذا اللوح الخشبي الصغير. انظروا إلى الأشكال التي تخرج. انظروا هنا إلى هذا العمل يقوم بالحفر داخل هذا الشق، إذ أنه يقوم بإزالة الزوائد عنه كما تشاهدون، ومن ثم برده باستخدام هذا القضيب الصغير الحديدي. إنه يقوم بفحره أكثر حتى يتمكن من وضع قطعة خشبية ويلصق به كما ترون. الآن يقوم بإزالة الأجزاء الزائدة منه بواسطة هذا المكشط. انظروا كيف يدخل في هذه الأخشاب ويقوم بإزالتها حتى يتمكن من الوصول إلى الشكل المطلوب. انظروا إلى الحرفية الكبيرة التي يمتلكها هذا الشاب في طريقة العمل هذه. إنه ماهر حقا. انظروا إلى هذه الآلة والتي تقوم بالحفر على هذا الخشب. بعد تثبيت هذه القطعة الخشبية هنا بواسطة هذه الملزمة، تمر هذه الإسطوانة الدوارة والتي بها مكشط كبيرة، وتقوم بقص هذا الجزء من الخشب حتى يتمكن من الوصول إلى الشكل المطلوب. انظروا إلى هذا العامل هنا يقوم بإزالة هذا الجزء بعد بشره حتى يظهر له هذا الشق الذي بالداخل والذي هو يريده بالطبع حتى يستكمل أعماله. لكن انظروا إلى البراءة وكيفية استخدام هذه الآلات الحديدية في صناعات حرفية خشبية. إنه عامل ماهر حقا. لقد أخرج هذه الكمية الغير مرادة من هذه القطعة الخشبية. انظروا إلى هذه الآلة التي تقوم بالحفر داخل الخشب. انظروا هنا إلى هؤلاء الناس الذين يقومون بسحب هذه القطع الخشبية وإزالة هذا الستار الصغير. يبدو أنها مقصلة أو شيء من هذا القبيل. انظروا جيدا كيف يقوم بالسحب وإزالة هذه الطبقة الرقيقة من الخشب. إن هذه القطعة الخشبية عبارة عن سكين تقوم بحفر أو تجزئة الخشب عن بعضه. انظروا إلى رفع سمك هذه القطعة. صنعت هذا المنديل من هذا الخشب. كما ترون هنا هذا العامل والذي يقوم بقشط هذه القطعة الخشبية بواسطة هذه الآلة الحادة. انظروا وشاهدوا جيدا هذه الحرفية العالية من هذا العامل. إنه يقوم بإزالة جزء بسيط للغاية ويبدو كما لو كان ورقة صغيرة. لكن كما تعلمون من الصعب إزالة هذه القطعة الصغيرة لأنها تكون في أماكن ضيقة وصعبة للغاية. لكن هنا الحرفية تلعب دورها. وانظروا هنا إلى إزالة هذه الأشكال المقوسة
حتى يتمكن من إلصاق هذه الأخشاب ببعضها البعض. إن الإنسان أفضل من الآلات أحياناً. انظروا إلى الحرفية العالية هنا. انظروا إلى هذه الآلة الكبيرة والتي تقوم بالرسم على هذه القطعة الكبيرة من الخشب. لابد أنه باب ويتم الرسم عليه كما ترون. انظروا إلى هذه الآلة التي تعمل تلقائيا بواسطة الكمبيوتر أو الذكاء الصناعي. انظروا إلى طريقة الحفر والرسومات الرائعة والجميلة التي يحصلون عليها داخل هذا الباب أو هذه القطعة الخشبية. بصراحة أشكال رائعة للغاية. إنها تمر فوق هذه القطعة وترسم أمامها كما لو كان قلما وورقة. انظروا إلى هذا الشكل النهائي لهذا الباب. لقد أصبح بأشكال وزخرفة رائعة للغاية. أعمال حرفية رائعة جدا، كما أنها صعبة لولا هذه الآلات.